السلام عليكم ورحمة الله. إذا فقط في انتظار أنه يلتحقوا مع بنا الإخوة، غادي إن شاء الله نهضروا في موضوع تطبيق وقايتنا اللي طرحته وزارة الصحة، وأن كاينين بزاف ديال المغاربة كيسولوا على هذا التطبيق هذا، وكيبان لي انه من الضروري جدا نوضحوا بعض النقاط بخصوص هذا التطبيق هذا اللي طرحته وزارة الصحة. فعافاكم الخوت بارطاجيو هذا الفيديو هذا، واخا انا ما موالفش نقول هذا بارطاجي وهذا الشيء، غير باش ما يكونوش تمرير المغالطات وما يكونش تمرير ديال المعلومات اللي هي خاطئه. ف ضروري نوضحوا بعض النقاط حول هذا التطبيق. سمحوا لينا، مشات الكونيكسيون. فقلت ما عرفتش فين تقطعات الكونيكسيون، مي قلت على انه تطبيق وقايتنا الجديد اللي طرحت وزارة الصحة، فهناك الكثير من الكلام حول او يشوب هذا التطبيق. فارتأيت انني نقوم بهذا البث المباشر باش نوضح مجموعة من النقاط حول هذا التطبيق، وهكذا فما يكونش هناك تمرير لبعض المغالطات. فعفاكم بارطاجيو هذا اللايف هذا قبل ما نبدا، وقبل ما نبدا الشرح ديالي باش هكا يكونوا. ما عرفت واش كتشوفوني بعدا، لانه ما كيبانوش ليا لي كومونتير، ما عرفتش واش ما تيبانوش ليا لي كومونتير، ما عرفتكم واش كتشوفوني ولا لا. كيبان لي عدد المشاهدات، ما تيبانش ليا التفاعل. الو، سمحوا لي اخوتي، ما تيبانش ليا التفاعل، ما تيبانوش ليا لي كومونتير ديال الناس. نتمنى انكم تكونوا كتشوفوني. الو، بالنسبه للتطبيق ديال وقايتنا، قبل ما نهضروا عليه ونعرفوا ونقولوا واش هو تجسسي ولا ماشي تجسسي، اولا خاصنا نفهموا هذا التطبيق كيفاش كيخدم. ياك الخوت، مزيان. الو، بالنسبه للتطبيق وقايتنا، شكون هما الناس اللي مطورين هذا التطبيق هذا؟ الناس اللي مطوراه ماشي وزارة الصحة، ولكن اللي مطوراه هما مجموعة من الشركات المغربية اللي خداو لينيسياتيف تطوعيا انهم يطوروا هذا التطبيق هذا ويطرحوه للمغاربة، يعني بغيتها انهم يحميوا المغاربة من فيروس كورونا. فباش نهضروا على التطبيق واش هو تجسسي ولا ماشي تجسسي، خصنا نعرفوا اولا هذا التطبيق كيفاش كيخدم. هذا التطبيق هذا اون فوا انت كتانستاليه في التليفون ديالك، فهو الحاجه الوحيده اللي كيخدم بها هو البلوتوث، تي اكتيفي البلوتوث وما تي اكتيفيش الجي بي اس. يعني ملي تنقول انه ما تي اكتيفيش الجي بي اس، يعني حتى شي واحد ما غاديش يعرفك انت فين كاين، يعني ما غتكون كتخدم بالتطبيق بالتليفون ديالك ما غيعرفوكش انت فين كاين، لانك انت ما خدامش بالجي بي اس، انت خدام غير بالبلوتوث. والدور ديال هذا البلوتوث هو اشنا هو؟ يعني ملي تكون انت مانصالي هذيك لابليكاسيون تاكتيفي البلوتوث، وتيكون شي واحد اخر معاك حتى هو مانصالي هاد لابليكاسيون وتا هو ماكتيفي عنده البلوتوث، ملي كتكون انت وياه، نفرضوا مثلا تلاقيتي معاه في مارشي، تلاقيتي معاه مثلا في مكتب او لا هذا، وكان واحد المسافه قريبه منكم، كيوقع واحد ليشونج ديال لي زانفورماسيون بين تليفونك وبين تليفون هذاك السيد، فقط بينك انت وبينو عن طريق البلوتوث. اش كيتبادل انت وياه؟ كتبادلوا ديكود فقط، اكواد هما اللي كيتبدلوا، اللي كتبادلوا نتوما وياهم. هذوك الاكواد اللي نتوما كتبادلوا بيناتكم بطبيعه الحال كيتخزنوا انت عندك في الهاتف، وتا داك السيد تيتخزنوا عنده هذوك الاكواد في الهاتف. هذوك الاكواد راندوم عشوائيه كيتخزنوا عندكم بجوج. نفترض قدر الله شي واحد كان مصاب فيروس كورونا، يعني واحد السيد تلاقيتي معاه وهذاك السيد صدق مشى دوز التحليله حسب شي اعراض، مشى للسبيطار تصاب انه فيه الفيروس. الو، اش غيديروا؟ هذا الشيء تطوعيا كنقول، تا واحد ما تيبزز عليك. اولا بعدا واحد الاشاره، تا واحد ما تيبزز عليك انك تانستالي هذيك لابليكاسيون، الا ما كنتيش بغيتي تانستاليها ما تانستاليهاش، تا واحد ما تيبزز عليك. مي الا كانت فيك روح المواطنه وانك مغربي قح، بطبيعه الحال ما غاديش تبغي انه هذا الفيروس هذا ينتشر، فانا كنوصيك انك تانستاليها. مي على العموم اختي الشريفه، السلام، الزين، شكرا. فقلت على انه باص.
فنفرضوا ان واحد السيد مشى للسبيطار ولقى راسو لا قدر الله انه مصاب بفيروس كورونا، اش غادي يطلبوا منه؟ غايقولوا ليه واش عندك اسيدي هذيك لابليكاسيون ديال وقايتنا؟ غايقول لهم اياه انا راه مانصالي هذيك لابليكاسيون ديال وقايتنا. غايقولوا ليه الله يجازيك بخير، حنا راه غادي نصيفطوا لك واحد لو كود اس ام اس كطابيه في لابليكاسيون، راه عندك واحد البلاصه كتلقى فيها تحميل البيانات، تطابيه في لابليكاسيون وانت بغيتي دير داك الكود ديرو ما بغيتيش ديرو ما ديروش. فانت ملي كدير هذاك لو كود اش كيوقع؟ هذوك الاكواد كاع دوك الناس اللي تلاقيتي معاهم وهذا كيمشيو لعند وزاره الصحه. وزاره الصحه اش كتلقى؟ اشنو هما المعلومات اللي كتلقى؟ كتلقى غير الارقام الهاتفيه ديال هذوك الناس كاملين اللي تلاقيتي معاهم، الارقام الهاتفيه، وكتصل بهم على اساس انهم خاصهم يجيو ويدوزوا كذلك الفحص فقط لا غير. هاد الشيء اللي كاين، ما كاين لا جي بي اس، ما غادي يتجسسوا عليك لا انت فين كاين، ما غادي يعرفوك مع من جالس، ما غيحلوا لك لا كاميرا، ما غادي يتجسسوا لك لا على الاس ام اس ديالك، ما غاديش، يعني انت غتستخدم هذا التطبيق بامان. وهنا باش الوزاره وحتى الشركات اللي طوروا هذا التطبيق باش يبينوا على حسن النيه ديالهم، راه حطوا لابليكاسيون، هاد الروابط كاملين ان شاء الله غير نقطع اللايف راه غادي تلقاوهم في لي كومونتير، راه حطوا لو كود اوبن سورس، يعني حطوا لك هذاك لابليكاسيون اللي انت مانستالي، شدوا داك الكود البرمجي ديالها وحطوه للعموم، يعني اي واحد يقدر يدخل ويتفحص هذاك الكود، يعني الا كان فيه شي نيه خبيثه ولا زارعين لك شي 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 شي, شي سباي وير ولا زعما شي برنامج تجسسي ولا شي حاجه غيبان في هذاك الكود، يعني هما داك الكود باش صاوبوا هذيك لابليكاسيون راه حطوه للعموم، وممكن كاع الناس يدخلوا ويتفحصوا هذاك الكود. بطبيعه الحال انت لما كنتيش مبرمج راه الناس اللي هما مبرمجين راه ممكن انهم يدخلوا ويشوفوا الكود وغيلقاو بما ان هذاك الكود راه كلين وراه ما فيه حتى شي حاجه تجسسيه. اذا تطبيق وقايتنا راه ماشي تجسسي، ما عنده، شوف كانت عندي انا مخاوف انه تطرح شي حاجه ونوليو في مساله التجسس والخصوصيه وهذا، ولكن ولله الحمد الصلاحيات اللي مخوده، اقل الصلاحيات اللي هي مطلوبه باش انه نقدروا نحمي راسي وتحمي راسك ونحميو الناس اللي حنا معاهم. فلهذا ممكن انكم تقلبوا على تطبيق وقايتنا سواء في الاب ستور او الاندرويد، كتبوا وقايتنا باللاتينيه او باللغه العربيه وقايتنا، غادي يطلع لك لابليكاسيون انستاليها ديريكتومون من لو ليان اللي غادي تلقاو في التحت في هذا الفيديو هذا، وهكا باش تقدر تحمي راسك وتحمي الناس اللي معك. هذا هو التوضيح ديالي حول هذا التطبيق هذا، نتمنى ان شاء الله انني فدتكم. بارطاجيوا الاخوان لانه راه بدات الهضره على التجسس، راه ما كاين لا تجسس لا حتى شي حاجه، واتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.